un jour passé sans ouvrir le Coran pour lire ne serait-ce qu'au moins une seule page par jour. طيب الاخ تفضل. معذرة شيخ، نشكركم لقائكم معنا. نعم. اولا وسؤالي، بما يعتبر ان اهل الفتره هناك اناس يقولون بان العرب ما عندهم نبي الا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعلم ان الخليل ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء هو جد حبيبنا محمد، واسماعيل تزوج من جرحم. وفي قريش هناك اناس خمسه، منهم ورقه بن نوفل، الذين بقوا على دين على مله ابراهيم الحنيف. هل هؤلاء الباقون الذين لم يؤمنوا نعدهم لاهل الفتره؟ كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل هؤلاء مشركو قريش نعدهم من اهل الفتره؟ بما انهم كان عندهم دين الحنيف في عهد اسماعيل الذي تزوج من جرهم العرب، والله اعلم. نعم، انت قصدك أن قريش الذين ماتوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون هذه الفترة أم لا؟ نعم. بارك الله فيك. والعرب، نعم، هل العرب الذين يقولون أنهم ما أخرج منهم النبي إلا هم، هل هذا الصح أم إسماعيل الذي تزوج من جوفهم العرب يعد من العرب؟ بارك الله فيك. الأخ الكريم، الأخ الكريم يسأل، يقول: هل صحيح أن الله تعالى لم يبعث نبيا عربيا إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بقية الأنبياء غير عرب؟ وسؤال آخر أيضا يسأل عن أهل الفترة الذين لم يدركوا نبيا من الأنبياء ولم يبعث إليهم نبي وماتوا على دين آبائهم على الكفر. أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا لا يحضرني الآن فيه جواب، هل هناك أحد، هل ليس هناك نبي عربي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أم هناك أنبياء عرب غيره؟ لا يحضرني هذا الشيخ إبراهيم أو الشيخ محمد أو كذا تذكرون. أنا لا أذكر الآن شيء الشيخ إبراهيم. هناك حديث يقول هود أول من تكلم العربية. نعم، هو كلامك صحيح، أنا أعلم المسألة فيها خلاف طويل ولا أريد أن أعرض الخلاف، لكن بعض العلم يقول إن الله تعالى قد بعث من ذرية إبراهيم عليه السلام من إسحاق، بعث منه يعقوب نبيا، ثم بعث يوسف نبيا، ثم جاء الأنبياء يتناسلون إلى عيسى عليه السلام، فمريم هي من ذرية إسحاق يعني. أما إسماعيل عليه السلام فإنه لم يكن من ذريته نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل أصلا في أصله ليس عربيا، فإن إبراهيم أصلا من أرض بابل، من يعني من أرض بابل، من بعض بلدان العراق التي لم تكن عربية، لأن أصلا العراق لم تكن عربية أصلا، ثم بعد ذلك يعني أصبحت عربية. فإسماعيل لما جاء ونزل في الحرم في وادي غير ذي زرع، بعدما تزوج من جرهم، بعدما جاءوا جرهم وسكنوا، اللي هم قريش جاءوا وسكنوا، بعد ذلك تعلم منهم العربية وتزوج منهم، وبالتالي صارت قريش هي يعني موطن العرب. لكني لا أذكر هل هناك أنبياء يعتبرون عربا أم لا، هذا لا أذكره أنا الآن. السؤال الثاني، أهل الفترة، بعض العلم يقول ما في أصلا شيء اسمه الفترة لأن الأنبياء لم ينقطعوا عن الناس، وبعضهم يقول بل هناك أهل الفترة وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. نعم. طيب نسمع سؤال آخر من هذا الشيخ. يا أخي وش نسمع سؤال؟ ما في يسأل سؤال صعب يا حبيبي، يسألون أسئلة سهلة. ها ابني يلا قوم قائما، أنت سألت قبل شوي ما سألت. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزيك خير، حبك الله يفتح عليك. فيما يخص التأمين الصحي. فيما يخص التأمين الصحي. ها. يعني هناك التأمين الصحي إجباري، يعني في العمل يقتطع من راتبك، والمشغل أيضا يحرم منه. يعني سؤالي هو أنه إذا وصلت المرض
واستعملت التأمين الصحي الذي أعطتك إياه الشركة. بارك الله فيك. الأخ الحبيب يسأل هل إذا الشركة أعطتني تأمينا صحيا في مستشفيات معينة هل أستفيد منه؟ أو أبني على فتوى من يمنع ذلك؟ إذا أعطتك إياه الشركة لا بأس في ذلك. وأيضا أنا ناقشت التأمين الصحي مع عدد من مشايخنا، حتى لو لم يكن هناك شركة وأردت أن تؤمن، لأن التأمين سبب المنع منه أنه أكل لأموال الناس بالباطل، يعني أن تأتي أحيانا وتلزم أنك تؤمن على سيارتك مع أنك تدفع مثلا كم تأمين في السنة ولا بالشهر؟ السنة كم تدفع؟ 500 أورو مثلا. طيب أفرض أني دفعت هالسنة 500 والسنة الجاية 500 وربما سيارتي وسيارة ابني أنا أدفع عنها وأدفع سنويا 1000 أورو، وأنا يمر علي 5 سنوات وأنا ما عملت حادث، فليش تأخذوا مني مالي وأنا لم أعمل حادثا يعني؟ فإلا إذا جئت أنا باختياري وأمنت، هذا كلام آخر، هل هو تعاوني أم غير تعاوني، لكن الإلزام هو اللي فيه مشكلة. أما بالنسبة للتأمين الصحي ففي الغالب أن الإنسان إذا عمل تأمين صحي في الغالب أنه يستعمله ولا لا؟ ما يمر على الإنسان غالبا أبو شهر شهرين إلا غالبا يذهب للمستشفى إما لعلاج مثلا إنفلونزا أو مثلا في الأسنان أو عمل فحص أو كذا. ففي الغالب أن التأمين الصحي يستعمل كله أو قريبا منه، إما أكثر بقليل أو أقل بقليل. فالذي يظهر لي أن التأمين الصحي لا بأس به، أما غيره من نوع التأمين على النفس، التأمين على السيارة، التأمين على كذا، لا يفعله الإنسان إلا إذا ألزم بالتأمين على السيارة أو خلاص. نعم، إذا كان إجباري ما عليه بأس إن شاء الله، ما عليه بأس. أنا ودي أختم يا جماعة، صارت أكثر من 10. آخر حبيبي يلا قم وارفع صوتك. عليكم السلام. ارفع صوتك، أنا أريد اللي هناك يسمعون. صاحبنا اللي كان يعمل كذا كلاب ما يسمع. تسمع يا صاحب التقصير؟ يلا. يعني هو سؤال يهم كل المسلمين في فرنسا. نعم. يعني هنا في فرنسا لنا مشكلة، يعني هي تقسيم المسلمين لفرق، منها السلفية، منها التبليغ، منها يعني هناك تقسيم ويعني جذري كأنه في العقيدة، يعني كأنه أصبح يقدح العقيدة الإسلامية. وهذا يعني يساهم في تشتيت المسلمين، في تقسيم المسلمين. يعني ودنا بكلمة. والله يا أخي الأخ الحبيب يقول إن الناس أصبحوا شيعا وأحزابا، وأصبح هؤلاء يقول أنت إخواني وهذا تبليغ وهذا سلفي وهذا مدري إيش وهذا يقدح في هذا، وهذه مشكلة. والله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينها، إن الشيطان كان الإنسان عدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يائس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن تحتيش بينه. فالانسان الذي يستطيع ان يعيش دون ان يقدح في الناس بلسانه ودون ان يحمل في قلبه غلا وحسدا عليه فهو رابح. تعاون مع اخوانك على كل خير، لا تبدا تصنف والله هذا اخوان وهذا سلف وهذا تكفيري. كل من ينصر هذا الدين ويعمل لاعلاء كلمه الله وللدعوه الى الله فتعاون معه. وأخوك وحبيبك إن كان لك عليه ملاحظة قدم له النصيحة، وإن قبل النصيحة فنعم، إذا ما قبل النصيحة فادعو الله له بهدايته خاص، لا تشتغل بذمه وتجريحه. La question importante et mérite attention. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, les gens se sont divisés en plusieurs groupes. Nous avons certains qui disent salafi ou qui disent qu'il faut être salafi, d'autres tablir, d'autres utilisent d'autres appellations. Et on voit des divisions. Le cheikh a dit qu'Allah tabaraka ta'ala nous a dit dans le Coran de dire de bonnes paroles, car le shaitan fait tout pour nous diviser. Et d'ailleurs le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le diable a désespéré de voir les prieurs l'adorer dans la péninsule arabique, mais il a espoir de les voir semer la discorde, ou il a espoir plutôt de semer la discorde entre eux. Et hélas, il a réussi à diviser le rang. Il dit à partir du moment où ton frère travaille dans le bien, travaille avec lui, soutiens-le, conseille-le. S'il n'accepte pas le conseil, invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le guide dans le droit chemin. طيب انا وعدتكم ان انتهي عند 10 والحين 10 وثلث.
نبدأ من سبيل الشيخ محمد، الشيخ من طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إن شاء الله بدي أزيدكم، لكن أنا جالس معكم إلى غد إن شاء الله. أين أنت؟ نقدم الشيخ محمد. بكرة أنا عندي ساعة 10 بإذن الله محاضرة في الصالة الكبرى اللي كنا فيها اليوم. ما أدري عن اسمها. مؤتمر. برجي. نعم. يلا الشيخ بيذكر لكم برنامجي بعدين نسمع ولا؟ غدا إن شاء الله سيكون الشيخ في المؤتمر الإسلامي الذي يقام كما تعرفون الآن في بارك ديز إكسبوزيسيون البرجي. عنده محاضرة غدا بعد الساعة 10 صباحا حول موضوع من الظلمات إلى النور. سيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان سببا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وبعد صلاة العصر سيكون معنا في هذا المسجد. هذا المسجد الساعة 3 بعد صلاة الظهر سيكون معنا وعنده محاضرة بعد صلاة العصر. نعم سيكون له محاضرة خاصة بالشباب. وطبعاً الجميع مدعو. نعم هنا. أقدم إن شاء الله بشيخ الصغار خيزون avec nous au salon international du monde musulman. Il aura une traduction إن شاء الله à 10h du matin jusqu'à 11h. Le thème sera les ténèbres à la lumière. De même que le cheikh a une conférence avec nous ici, et ça sera au nom de 12.net, à 15h exactement, pour les jeunes, donc une conférence dédiée aux jeunes. Et il y aura avant lui le cheikh Mohamed Al-Sawi qui sera là à 13h, qui aura une conférence pour les jeunes. Et le cheikh Mohamed Al-Sawi est une personne, je le dis en français car il n'aime pas l'entendre en arabe, est une personne de qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. On a pu savourer hier un rappel extraordinaire de sa part. Nous vous invitons à être présents demain à 13h, à 15h et à 17h, car à 17h nous aurons, Inch'Allah, un cheikh Karim Abu Zaid, un cheikh des États-Unis qui a été un élève de cheikh Abi Ishaq Al-Huwaini, qui sera présent, Inch'Allah, à 17h. Donc, de Dhuhr jusqu'à l'Isha, la mosquée est pleine. Venez vous ressourcer ici à la mosquée du Bourget, Inch'Allah. Ragadan, Inch'Allah, min as-salat, min salat al-dhuhr ila salat al-isha. Wa al-muhadarat maftouha ma'a al-sheikh Mohamed al-Sawi, alladhi sayabda ba'da salat al-dhuhr, muhadara li-shabab, wa ba'da dhalik al-sheikh Mohamed al-Arifi, ba'da al-sa'a al-thalitha, yani ba'da salat al-asr, wa ba'da dhalik ba'da al-maghrib, indana al-sheikh Karim Abu Zayd, alladhi atana min Amerika, وهو تلميذ الشيخ أبي إسحاق الحويني، سيأتي بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله. ونترك إن شاء الله المجال لشيخنا محمد الصبي. أنا أقول إخواني جزاكم الله خيرا، نحن أتعبناكم اليوم وسهرتم كثيرا واستمتعنا بالشيخ محمد العريف حفظه الله تعالى. لكن أعلق على السؤال الأخير اللي سأله الأخ، يعني أنا آخذ دقائق معلش يا أبو أنس، موضوع الفرق والتفرقة بين المسلمين والجماعات والأحزاب. والله يا إخواني أقسم لكم بالله أن الغرب ينظر إليكم عن كثب ويراقب تحركاتكم وأقوالكم وأفعالكم. وهذه النصوص التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى في مسألة أن الشيطان إنما يريد أن يحرش ويفرق، جمع الكلمة هو المطلب الأول الذي جاء به الإسلام. فأول ما وصل النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ماذا فعل إخواني؟ ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد، وجعل الأنصاري يخرج ماله ويخرج طعامه ويتبرع بمزرعته لأخيه وصاحبه. والله يا إخواني إن أعظم القربات والعبادات بعد التوحيد والفرائض عبادة الأخوة. وانظر إلى رابط الأخوة الذي الآن تفرق وتشرد بين المسلمين. عندنا في مصر بفضل الله عز وجل كان من أسباب يعني أن يوفق الإسلاميون في هذه المرحلة إلى أن يكتسحوا في الانتخابات، أن يكون لهم قوة، أنهم بدأوا يوحدون صفوفهم. وحد صفك مع جارك، وحد صفك مع أخيك، مع إمام المسجد في الحي الذي أنت فيه، مع زملائك، مع أقرانك، واعلم أن هذه قربة، أن هذه عبادة تقدمها لله سبحانه وتعالى. وتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم، وتأمل النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة يقول: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تتاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
انظر إلى هذا المعنى جيدا واستشعر معنى الأخوة، وادرك أن أخوتك ولحمة الولاء والطاعة والتوحيد التي بينك وبين أخيك أعظم من الدنيا وما فيها. يعني يا أخواني، كان في السابق الأخ لا ينام حتى يتصل على أخيه: ما أخبارك؟ هل تحتاج مال؟ هل المرتب نزل الآن في الحساب البنكي ولا لا؟ وكانت الأخت تتصل على أختها تطمئن عليها، وإذا كان ينقصها شيء من الطعام أو من الأدوات أو الملابس تقدمها لها. فأنت بحاجة أن تدرك أن معنى الإخاء أعظم من أي شيء في الدنيا، أعظم من أي شيء. في يوم من الأيام الشيخ محمد أعجب سلمان الفارسي رضي الله عنه بامرأة من نساء العرب، وقال لأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء صديقا لسلمان محبا له، فقال: يا أبا الدرداء، إني أعجبت بامرأة من نساء العرب، تعال اخطبها معي لأني لا أجيد الدخول عليهم. وسلمان تعرفون رضي الله عنه وارضى فارسي، ذهب أبو الدرداء وقال: يا سلمان انتظرني، أنا سأدخل أتكلم معهم ثم أدخل. فدخل أبو الدرداء وقال: السلام عليكم ورحمة الله، عندكم بالباب الآن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، وقد جاء يخطب ابنتكم فلانة. قال: ومن مثل سلمان؟ سلمان صاحب النبي، لكنك تعرفنا يا أبا الدرداء، نحن قوم عرب وسلمان من فارس، ونخشى أن يتكلم الناس، أما هو فهو رجل فوق العلم والرأس، وإن أردت أن نزوجك أنت يا أبا الدرداء فعلنا. فقال: دعوني أنظر إليها. فنظر إليها أبا الدرداء فأعجب، فخطب على نفسه. كان هذا اللي صارت بين أبو أنس وبين سمير، ولا بين الشيخ مهدي، طارت الرؤوس وسال الدماء في فرنسا. فخرج أبو الدرداء وقال: يا سلمان، إني قلت لهم بالباب صاحب رسول الله سلمان صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم فلانة. فقالوا: ومن مثل سلمان؟ لكن سلمان رجل من فارس ونحن عرب ونخشى أن يتكلم الناس، فإن أردت أن نزوجك فعلنا. فقلت: أنظر إليها فأعجبت بها فخطبتها، فسامحني يا سلمان. قال سلمان: بل سامحني أنت يا أخي، أن عيني وقعت عليها قبلك والله قد كتبها من نصيبك. لا إله إلا الله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. انظر إلى معاني الإخاء التي نص عليها الشارع وذكرتها أدلة نصوص السنة، واعلم أن هذا يزيل كل الفوائد. انسى الآن مسألة التعلق بالمذهب ومسألة الالتفات، وأنتم تسمعون يعني في أجوبة الشيخ محمد حفظه الله ذكر أن هناك قد يكون رأي للمذهب، قد يكون عند الحنابلة رأي، قد يكون كذا، وقد يكون لبعض المشايخ والعلماء رأي، لكننا نبحث عن الأيسر للأمة الذي لا يخالف النص الشرعي ولا يخالف الدليل. فإذا وجدت رجلا أو صاحب دعوة، وكما قال الشيخ له باع في نصرة دين الله جل وعلا، ويريد إقامة الحق ورفع راية الإسلام والسنة، قف بجواره وآزره وأعضده وكن من ورائه. ما أجمل حديث النبي الشيخ محمد: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المشكلة ليست في السهام التي تأتينا من غرب أوروبا، مشكلة في سهام كثير من الناس التي تأتينا من ظهورنا من إخواننا. لكن تأمل: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحوط عليه من ورائه، يحمي من ظهره. يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي حاتم الأصم، وأبو حاتم الأصم يا أخواني أحد المحدثين الكبار في الكتب الستة، بل روى له أهل الكتب الستة جميعا. يروي الإمام الذهبي أن امرأة جاءت تستفتي أبا حاتم الأصم، وكان أبو حاتم مجلسه بجوار الباب، كان يجلس بجوار الباب، وأبو حاتم الأصم لم يكن أصما، يعني لم يكن لا يسمع، بل قال الذهبي كان يفرق بين الفاء والواو، كان دقيق السمع، لكنه سمي بهذا الاسم لقصة أرويها لكم الآن. جاءت امرأة تستفتي وكان مجلسه قريب من الباب، فلما انحنت المرأة أحدثت وأخرجت صوتا، فضحك الطلاب الحاضرون، فخجلت المرأة، فقال أبو حاتم: ما تريدين يا امرأة؟ قالت: عندي سؤال يا إمام. قال: لا أسمع. قالت: عندي سؤال. قال: ارفعي صوتك لا أسمع. قالت: عندي سؤال. قال: لا أسمع. قالت: عندي سؤال. قال الذهبي: فاطمأن قلبها أن الإمام لم يسمعها عندما أحدثت. انظر الأدب، انظر إلى أي درجة يمكن عند هؤلاء الناس أن يتغاضوا عن حضور أنفسهم. يا أخي قدم أخوك، يعني بعض
الناس يروي قصة في بعض المساجد في ألمانيا، اثنين من إخواننا المسلمين جزاهم الله خير يا شيخ تنافسوا على الإمامة، واحد دخل سبق الثاني ثم وقف في سورة الطور يعني وبدأ يعني يلخبط في الآية وبدأ وينتظر أن يرد، قال الثاني والله ما حرد عليك أبدا عشان ما تحرم يعني انظر إلى هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه كثير من الناس. طيب يا أخي غض طرفك عن زلات أخيك وعيوبه، قدم له الخير، قدمه على نفسك، أريه معاني الأخوة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. انظر كم من الناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتقاتلون على الشاة والبعير وفعرة، وأصبحوا بعد ذلك أحرص الناس على نفع بعضهم البعض وعلى مؤازرة بعضهم البعض. فكل من هؤلاء الذين يتغاضون عن العيوب والزلات وابدأ حياة دعوية. والله أول سؤال سألته لأخينا أول ما وصلت فرنسا، أول ما نزلت المطار، أسأل الله أن يصرف عنكم الفتنة وأن يجمع كلمتكم على الدعوة، والله ستكونون منارة علم ودعوة ونصرة للسنة إذا اجتمعت كلمتكم، أقسم بالله. قد تكون جحاف الإسلام تنطلق من هنا قبل أن تنطلق عندنا من مصر أو من تونس أو من ليبيا أو من سوريا الآن أو من اليمن، قد تكون جحاف الإسلام تنطلق من هنا. لذلك أنتم يا إخواني لا تستكثرون شيئا على الله ولا تهينون أنفسكم. والواحد يعني إذا عجز وتكاسل وبدأ الشيطان ينزل هو في الواقع يهين نفسه. هم ينظرون يا شيخ محمد، الشهر الماضي قابلت رجلا في منطقة المعادي عندنا في القاهرة اسمه فرناندو إسباني وزوجته اسمها ماريا إسبانية. هذا الرجل فرناندو سمى نفسه محمدا وزوجته سمت نفسها فاطمة. فقلت له يعني ما سبب دخولك في الإسلام؟ قال أخلاق المسلمين. قلت والله خيبة أخلاق المسلمين، ما شفت خيبتنا أخلاق المسلمين فين يا رجل؟ عندنا مشاكل نصب واحتيال وسرقة وتعدي وبلطجة. قال والله ما أدخلني في الإسلام إلا أخلاق المسلمين فقط، رأيتهم يعبرون بالأعمى الضرير الشارع، ورأيت الممرضة النرس في المستشفى تأتي إلى يعني المريضة التي ليست من تخصصها فتسأل عنها وتقيس لها الحرارة، وتأتي ممرضة أخرى عندها دوام فتقول لصاحبتها يعني غطي عني في الدوام لأني أنا مشغولة بأمي، فتتركها وتبقى هذه مكانها. هذه أخلاق الإسلام. يقول دخلت في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين. بالله عليكم يا إخواني لو أننا أحيينا هذه الأخلاق ألم نكون سنكون يعني دعاة حقيقيون إلى دين الله عز وجل. شاب فلسطيني قابلني في 6 أكتوبر في القاهرة عندنا، يقول كنت أدرس علم الهندسة في روسيا وكنت عاصيا، ذكرت القصة هذه اليوم أو لا أدري، أنا ذكرتها في المؤتمر. المهم يقول كنت عاصي أشرب الخمر وأقع في الكبائر، خرجت في يوم من الكلية أنتظر الباص الذي ينتقل إلى حي العرب في موسكو، وفجأة وأنا في الطريق أقابل فتاة 18 سنة جميلة تمر على كل الجالسين على الدكة أو الكراسي الخاصة بانتظار الأتوبيس، وكل الناس تقترب منهم يطردوها ويأخذون منها ويسبوها سبا شديدا بالروسي، وإذا بها تبكي. يقول فجئت لها وكلمتها بالروسي، لماذا تبكين؟ قالت سرقت شنطتي ولا يوجد نقود، أرجع إلى القرية 17 كيلو عن موسكو. يقول فأخرجت من جيبي مبلغ من المال وقلت تفضل خذ المبلغ، فنظرت المال وقالت طيب أنا جاهز الآن أذهب معك إلى أي مكان. قلت لا يا بنت الناس أنا مسلم، أنا لا أريد الحرام، أنا والله ما أخرجت المال إلا لها. يقول مع أني أقع في الكبائر كل يوم وعاصي، لكن والله ما أخرجت المال هذه اللحظة إلا لله. بعد 4 أشهر الباب يطرق علي في موسكو، صاحبي فتح الباب ورجع يمزح يقول يا أحمد خالتك واقفة برا عند الباب. يقول خالتي في فلسطين، ما الذي جاء به؟ يقول خرجت وإذا بأجد امرأة عجوز في 70 من عمرها محجبة، بجوارها فتاة محجبة، والمرأة تكلمني بالروسي تقول أنت أحمد؟ قلت نعم. قالت أنت الذي أعطى ابنتي قبل 4 أشهر مبلغ من المال ولم يطلب مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني أنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس في روسيا تتعامل بالجنس والشهوة والحرام. لما قالت ابنتي هذا الكلام قلت يا ابنتي دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سجدت على الأرض أسجد أبكي أقول يا رب أنا أصلا عاصي، إزاي الناس دول يخشوا في الإسلام بسببي؟ كيف يدخلوا في الإسلام بسببي؟ يقول مع أني أقع في الكبائر، لكن لما قدمت نصيب الله وحق الله على حظ نفسي وشهوتي إذا بأخلاق الإسلام تدع هؤلاء الناس يدخلون في دين الله أفواج. مهم جدا عندي ترجمة ثلاث أرباع الشيء. فأظهروا أخوتكم وأظهروا حبكم لبعضكم وانصروا دين الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب لكم أملا ولا رجاء، لا ينفعكم بشيء. محمد عريفي.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ a proposé de reprendre la question, la dernière question, qui traitait sur les groupes et les divisions. Le cheikh, Hafidhahullah, dit qu'il faut à tout prix réunir les rangs et installer cette fraternité entre nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les premières choses qu'il a fait lorsqu'il est rentré à Médine, c'est d'instaurer cette fraternité entre les muhajirines et les ansars. Et le prophète alayhi salatu wassalam a accordé énormément d'importance après avoir enseigné aux gens ministres les actes obligatoires. Il a accordé beaucoup d'importance à la fraternité en islam. D'ailleurs, le cheikh dit, il n'y a pas plus beau après avoir connu l'unicité d'Allah ta'ala et avoir mis en pratique les actes obligatoires que de respecter les droits de la fraternité. Il a dit que cette adoration fait partie des grandes adorations et qu'elle apaise les cœurs et qu'elle fait en sorte que les cœurs s'unissent. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il arrivait autrefois que certaines personnes, avant de dormir, prennent le téléphone et appellent leurs amis afin de savoir simplement comment est-ce qu'ils vont, prendre de leurs nouvelles. Et hélas, aujourd'hui, on commence à perdre de ces qualités. Il raconte aussi l'histoire de deux grands compagnons, Abu Salman, Salman al-Farisi, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, et Abu Darda, radiallahu anhu, ma ajma'in. Il dit qu'un jour, Salman, radiallahu anhu, voulut demander une femme qu'il avait appréciée. Alors il demanda à Abu Darda d'aller voir cette femme, ou plutôt il lui a dit qu'il voulait se parler avec elle. Abu Darda lui dit, je vais aller moi-même faire cette demande pour toi et voir ce qu'il en est. Lorsque Abu Darda est rentré, demander la main de cette femme pour Salman, la femme, la maman de la fille lui dit, mais le problème est que Salman n'est pas arabe. Par contre, toi, tu es un arabe. Et si tu veux, tu peux l'épouser toi. Suite à quoi, Abu Darda radiallahu l'a épousé. Alors qu'à la base, il partait pour un de ses frères en Allah, qui était Salman al-Farisi radiallahu anhu. Ensuite, il est parti voir Salman, radiallahu anhu, lui a dit, pardonne-moi car j'ai épousé une femme que tu voulais. Et là, il lui a dit, c'est plutôt toi qui dois me pardonner, car j'ai voulu demander une femme, et j'ai regardé une femme qu'Allah tabarak wa ta'ala t'avait prédestinée. Ça, c'était la fraternité qu'il y avait entre les compagnons, radiallahu anhu. Et là, aujourd'hui, ces choses ont disparu chez beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes. Et ils oublient que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le musulman est le frère du musulman. Et ils étaient éduqués, les compagnons, radiallahu anhu. Donc nos deux prédécesseurs avaient un très bon comportement. Ils n'avaient pas des cœurs malades. L'imam al-Dhahabi rahimahullah rapporte dans Sir Alam al-Nubala, il raconte l'histoire de Hatim al-Asam. Al-Asam, c'est le sourd. Et à la base, il ne s'appelait pas Hatim al-Asam. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Hatim al-Asam, le sourd? C'est parce qu'une fois, alors qu'il était dans un cercle de science, un homme, plutôt une femme, est venu poser une question à Hatim al-Asam. Suite à quoi il est sorti et se mit devant la porte. Et en se baissant pour lui poser la question, c'est-à-dire qu'elle a à peine penché un petit peu son dos vers l'avant, sans faire exprès, elle fit un paix avec un bruit. Au point où elle était très gênée, elle n'arrivait plus à continuer sa question. Alors Hatim al-Asam, qui avait été éduqué et qui avait compris quel était le comportement du musulman, dit à la femme, quelle est ta question? La femme, bien sûr, elle est très gênée, car elle est mal à l'aise, elle est dans une situation qui est très gênante. Alors elle lui a dit, ma question, et elle lui a posé sa question. Et là, Hatim al-Asam lui a dit, comment? Je n'entends pas. Elle lui répéta la question. Il lui a dit, comment? Un peu plus fort. Elle lui répéta la question, elle lui a dit, comment? Et au bout de la quatrième fois, elle a su avec certitude que Hatim al-Asam n'avait pas entendu ce qu'elle avait fait il y avait quelques secondes. Et là, elle s'est rassurée, elle a pu poser sa question, et Hatim al-Asam a fait ça pour ne pas la mettre dans la gêne. Telle était leur éducation et leur comportement.
ويبس ان تقبل وقتهم من خلال السبب pour laisser inchallah la parole à mon petit frère muslim car c'est un invité de qualité et ce chir je l'appelle chir il m'a impressionné il a 11 ans avant de laisser la parole à mon petit frère muslim sachez simplement qu'il faut à tout prix faire régner l'amour et la fraternité entre nous et c'était le but de notre prophète alayhi salatu wassalam et je vais laisser inchallah la parole à mon petit frère muslim Muslim, je suis obligé de vous parler un petit peu de lui avant de lui laisser la parole. Cet enfant prodige, ce miracle d'Allah Tabaraka Ta'ala, que Wallahi l'Azim, je l'aime pour Allah Azzawajal. Et Muslim. Muslim. Et Muslim, Ta'ala. Ya Qafim. Ta'ala. Mon petit frère muslim, Mouaz, tu t'assois. فوق المنبر فوق المنبر فوق المنبر فوق المنبر يطلع فوق المنبر بس ما تخدموا إن شاء الله سوني بار ألو ضبط نبذة بسيطة من سيرة الشيخ مسلم سعيد الذي ألقى لنا محاضرة رائعة بالأمس وقال فيها أنه اسمه مسلم سعيد وأنه مسلم وسعيد وقال أنه سعيد لأنه مسلم الله أكبر فمسلم لما تحدثت مع أبيه قال لي أنه وهو عنده 4 سنوات ونصف وهو يحفظ الخطب والدروس وهو أصغر داعية في العالم الإسلامي وسافر في الكويت وقطر ومصر والتقى بالشيخ نبيل العوض وألقى معه المحاضرة وغيره من المشايخ وألقى محاضرة وكانت أول مرة ألقى محاضرة في الحرم المكي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن يبلغ من العمر 11 سنة ومتي فخير مسلم كالله سبحانه وتعالى من خزير أدي بابا إكسبسيونيل j'ai pu parler avec son père et même avec sa mère lui apprend les conférences et les khutbah que son père prépare imaginez-vous la famille et il a un petit frère Et il a un petit frère et une petite sœur de 10 ans qui prêche et qui a des émissions télévisées en Égypte qui s'appelle Ashraqat et un petit frère de 6 ans qui s'appelle Aslam et qui est un prêcheur aussi très connu en Égypte. Et les trois passent dans plusieurs chaînes islamiques. Le papa donc a tout misé sur l'éducation. Et la maman en a fait de même. Et mon petit frère muslim a voyagé en Égypte plutôt a voyagé à l'intérieur de l'Égypte, au Qatar. Il est parti dans d'autres pays, il a rencontré Cheikh Nabil Al-Awadi, il a fait des conférences avec des grands savants, il a même fait des conférences avec Cheikh Mohamed Hassan et d'autres parmi les savants. Et mon petit frère muslim maintenant a 11 ans, et écoutez bien, il est le premier enfant à avoir fait une conférence, une khutbah, plutôt une khutbah, dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et dans la Kaaba. Imaginez-vous. Et sans trop tarder, je lui laisse la parole. Habib Muslim Tchabou. Il a dit qu'il a dormi tellement la présentation était longue. C'est un constat. Attention, il est très fort en balle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. احنا هنتفق اتفاق قبل ما نتكلم ان شاء الله ان مش ناوي صلى على النبي امي رابعه صلى الله عليه وسلم والصندوق من مولاه Il a dit, on se met d'accord sur une chose. Celui qui ne prie pas sur le prophète, qui se lève et qui retient. في حياة الأمة الإسلامية ولذلك حرصوا كل الحرص على أن لا يمكنوا القيادات الربانية من
مسالك الأمور في الأمة. وقد صرح المستشرق البريطاني مونتغومري وات في جريدة التايمز اللندنية قائلاً: إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن هذا الإسلام فإن من الممكن لهذا الدين أن يعود كإحدى القوى السياسية في المجتمع مرة أخرى. الله أكبر. ولكن حكامنا إلا من رحم الله لا هم له إلا بناء القصور. أيها الإخوة الأفاضل، إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب قد ملكناه. بالله سلخيف بحر الروم عن عربي، كانوا هنا بالأمس واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعام، عمن بناه لعل الصخر ينعام. فهي لعمر الله بائسة كئيبة يجتاحها طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يوقعوها في المصيبة. آه يا مسلمون، للشجب يا صاحبي والكل أفواه. نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات فلتبكي البواكي. يا لعرض المسلمين كيف يراق، يا لعرض المسلمين كيف يراق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. كبار يا جماعة. الله أكبر. كبير. الله أكبر. كبير. الله أكبر. إن شاء الله نذكركم أن غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر نحاول، وبعد العصر وبعد المغرب، وإن شاء الله سنحاول أن نلقي محاضرة.